كذلك يجوز المسح على الجوربين والنعلين. قلنا إن الخف هو ما يغطي الكعبين، أي حذاء يغطي الكعبين هذا خف، بصرف النظر عن المادة المصنوعة منها الخف، قد يكون مصنوع من قماش أو مصنوع من جلد أو من غيره، فما يغطي الكعبين هذا خف ويجوز المسح عليه، لا فرق بين هذا وهذا. كذلك يجوز المسح على النعلين، النعل ما دون الخف، مثل هذه الأحذية، هذه نعال، أو ما ليس له يعني غطاء للعقب فهذا نعل، كل ما هو تحت الكعبين فنعل. فإذا لبس الإنسان جوربين ونعلين كذلك يجوز المسح على الجوربين والنعلين كذلك. ويجب أن يصلي في الممسوح، يعني إذا مسح يصلي في الممسوح عليه، أما أن يمسح على يعني خفيه أو نعليه وجوربيه ثم ينزعهما ويصلي فالصحيح لا، لأن النزع به تنتهي الرخصة، إذا نزع الممسوح عليه فقد انتهت الرخصة، وبالتالي يجب أن يعني يتوضأ أو أن يكون أو أن يغسل رجليه.